يمكن كتير من المصريين سعداء بما يقدمه الرئيس السيسي في مجال البناء والتعمير وتطوير العشوائيات والطرق وغيرها، بس لو تسألني أنا عن رأيي الشخصي، فبما إني من المهتمين أكتر بالسوفت وير من الهارد وير، فبشوف إن أعظم ما يقدمه الرئيس هو جبر خواطر الفئات المقهورة والمهمشة، ضحايا التنمر، ذوي القدرات الخاصة، الأيتام. عشان كده سعدت جداً عندما أطلق سيادته مصطلح كريم النسب على الأيتام ممن نجهل نسبهم الحقيقي، أو من كان يطلق عليهم قديماً باللقطاء، واللي دلوقت بقى بياخدوا اسم أو لقب الأب واسم الأم لحمايتهم من تطفل وإساءة البعض ليهم. ده غير توزيع شقق سكنية على المستحقين من الشباب كريم النسب بعد خروجهم من دور الرعاية بعد إتمام السن القانونية، وده كان حلم بعيد قوي عن خيالنا. كان هناك بعض المسميات اللي بتبقى وصمة، بتمثل وصمة للأطفال، يعني زي لفظ اللقطاء، فأصبح المعصور عليهم لغية تماماً من القانون، وأيضاً مجهول النسب أصبح كريم النسب، والأسرة البديلة أصبحت الأسرة البديلة الكافلة. حصل إن أخويا جاب لي شغلان، قال لي جبت لك كافيتيريا وكده، ورحت اشتغلت في الكافيتيريا. قعدت في الكافيتيريا سنتين اتنين. حضرتك هتقولي لي عملت ايه من الكافيتيريا او مسكت فلوس من الكافيتيريا والكلام ده كله؟ اقول لك ولا جنيه. كانش بيديك مرتب ولا جنيه؟ فكان بينيمني في بار، فتحت البار كده، فكنت عامل لنفسي انا بقى فرشه. بالليل وانا نايم سمعت صاحب الكافيتيريا بيحكي لاصحابه، قال له الناس سالته مين الواد ده، احنا بنشوف 24 ساعه. قال له دمه غلطت فيه ورميته مش عارف ايه وكذا كذا كذا يعني بتاع. في واحد قال له يعني الواد ده انت ما تشغلوش معاك، الواد ده هيبقى ابن حرام. انا سامع الكلام وانا نايم بقى وبتاع وكده، جات لي هستيريا وقعدت العن اليوم اللي انا اتولدت فيه. مين اللي ساعة ورا فكره ان احنا نحاول نحط لهم اسم المجتمع ما يحسش ان هو طفل مختلف بيه؟ الحقيقه احنا عندنا اللجنه العليا للاسر البديله. اللجنه دي فيها خبراء من كافه التخصصات، كل وزاره لها ممثل في اللجنه. من خلال المشاكل اللي بتتعرض على اللجنه، احنا شفنا ان الطفل ممكن يحصل عنده الشيزوفرينيا، الطفل اسم امه في البيت هبه، في الورق منى او هدى. فالطفل اول ما بيبدا يفهم بيسال ليه اسمك هنا كذا وده؟ احنا بقى طبعا باسئلتنا العاديه، اصل انا اسمي هبه وبيدلعوني يا منى، فده مش صح. المصارحه الهويه الحقيقيه للطفل لازم يعرفها. فالحقيقه عرضنا واخدنا موافقه الازهر الشريف على اعطاء اسم الام الاول في خانه الام في شهاده الميلاد، ولقب الاب او اسم الاب الاول، وانا افضل لقب الاب. فكره كريم النسب اللي سياده الرئيس اعلن عنهم ان هم ما لهمش نسب معين، فيطلق عليهم اسماء مستعاره او بتكون موجوده في الملفات والدفاتر، هل ده برضه مخالف في اي شيء؟ اطلاقا بالعكس. احنا كان في صحابي اسمه زيد بن ابي او زياد بن ابي، كان ما كانش معروف هو ابن مين، فقالوا ابن ابيه تكرما، فربنا سبحانه وتعالى قال فاخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني إيه؟ يعني لازم تعامل اليتيم كأنه أخوك أو كأنه ابنك أو كأنه أنت. هل تسمية الأطفال فكرة إن إحنا نعمل لهم اسم عشان ما يبقاش حاسس في البطاقة إن هو عنده مشكلة أو حاجة، دي عالجت جزء من المشكلة؟ طبعاً عالجت كتير من المشكلة، لأن الستيجما بتاعت إن هو مش ينتمي لهذه الأسرة أو إن هو أنا مين؟ ما هو لازم الهوية. عندنا يعني اضطراب الهوية، يعني أنا مين؟ دي صدمة لوحدها إذا ما تعالجتش نفس يعني أو ما تأهلش نفسيا إنه يتعامل معها. لا بت بت يعني ممكن يكون طفل سايكوباتي، يعني ضد نفسه ضد المجتمع. فكرة كريم النسب اللي سيادة الرئيس أعلن تعديل فيها إن فكرة إنه يطلق عليه اسم كامل عشان ما يتعرضش لأي حرج، هل حلت مشاكل معينة كانت قائمة؟ لسه محتاجين شوية تعديلات، يعني لسه الأطفال يعني محتاجة تعديلات. إيه التعديلات؟ لو أنت صاحبة أو أنت المشرع هتعملي تعديل إيه في قواعد الكفالة في مصر؟ محتاج الطفل ياخد يعني رقم قومي مثلا، اللي هو مع أسرة محتاج إن هو يبقى يعني ياخد رقم قومي للأب والأم اللي هو قاعد معاهم، لأن شهادة الميلاد ما فيهاش رقم قومي للأب والأم، ده بيسبب مشاكل كتير للطفل. احنا كل اللي عايزينه ان الطفل يعيش في سلاسه، يعني مش كل خطوه تبقى فيها مشاكل. نوادي نلاقي النادي لا يا جماعه في مشكله، الطفل لما يكبر هيبقى مش مرتبط بالنادي، هيدفع خمسه يعني اقصى حاجه وصلنا لها دلوقتي.
في بعض النوادي ان ماشي احنا هندخله بس اول ما يتم السن القانوني هيدفع 25% من قيمه العضويه. الجيش يعني انت عارف حضرتك الاطفال المكفولين كلهم بيدخلوا الجيش اجباري، ما بيدخلوش اي كليات عسكريه يعني. فطب يعني طب خدوا يعني سجل الاسره اللي هو قاعد معاها. ففي بعض المعاشات يعني معاش في بنات يعني حضرتك في قصص ماساويه جدا لبنات اهاليهم بيموتوا يعني بيبقى صدف ان الاب والام توفوا اللي كافلين البنت. البنت فعليا ما بتبقاش ليها اي مصدر رزق. ايه المفاجاه اللي حضرتك قلتي هتعلن جديد؟ المفاجاه بتاعه تعديل قانون الاسر البديله، ابن المكفول هو نفس ابنك الطبيعي ما عدا ما يتعارض مع الميراث الشرعي والدين. كافة الحقوق، النادي بس النوادي بترفض. لا ده قانون بقى، هو طلع لها قانون كل حقوق كل الطفل حاجة. الطبيعي هتبقى موجودة للطفل يعني المكفول. الأسر بتطالب بالمعاش، المعاش ميراث ولا لن تدخل فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. المفاجأة الثانية اللي هي البطاقة الائتمانية الزكية بتطلع من بنك نصر الاجتماعي، وده خاصة بالأسرة. الأسرة كانت بتتعامل بالعقد الكفالة. عقد الكفالة ده كان عبارة عن 4 أو 5 ورقات بتشتغل بيه في كافة المصالح الحكومية ولقضاء مصالح الأطفال. أمر مرهق وممكن يبوظ، وممكن بعض المتعنتين يقولك لا أنا عايز النسخة الأصلية. احنا دي بقت زي البطاقة الشخصية بتاعت حضرتك عليها كافة البيانات الخاصة بالأسرة الكافلة والطفل المكفول. هل الدولة في إجراءات أخرى هتتخذ في ملف الكفالة؟ والله احنا عندنا تعليمات من فخامة الرئيس بتسهيل كافة الإجراءات على الأسر الكافلة، وشغالين الوزارة والحقيقة مع الوزيرة بتدعمنا دعم غير عادي في هذا الموضوع. يعني احنا ما خلناش حاجة ما نعملهاش. دورات تدريبية للأسر، أسرة عندها مشكلة بندخل فيها سواء كانت اقتصادية سواء كانت نفسية سواء كانت اجتماعية، حتى في المدارس في التعليم. احنا بنشرك دلوقتي أولادنا عاملين مبادرة حلوة قوي من خلال بتنفذ من خلال مكتبي، مبادرة التواصل والدمج المجتمعي، ان انا بدخل أولادنا من دور الأيتام مع أولادنا من الأسر البديلة في تدريب مع بعض الشركات العالمية الموجودة في مصر، ولسه مخلصين تدريب كان في سيما رميس الأسبوع اللي فات، والأوائل منهم او اللي تميزوا منهم هيشتغلوا في افرع الشركة ده على مستوى الجمهورية. فاحنا برضو بنوجد فرص عمل، عندنا برنامج فرصة بيوجد برضو للولاد فرص عمل. الكرود الصغيرة من عن طريق بنك نصر الاجتماعي. احنا مفيش حاجة مش داخلين فيها. أتمنى أننا نكون غطينا جميع التفاصيل الخاصة بفكرة كفالة اليتيم، وأتمنى أننا نكون تركنا أثر طيب بيشجع حضراتكم على الاتصال الفوري بالرقم الخاص بوزارة التضامن إذا كان لديكم رغبة في كفالة الأيتام من جميع الأعمار. سهل قوي انك تهدم مبنى وتعيد بنائه، لكن صعب قوي انك تهدم افكار قديمه وتنشر افكار اكثر حداثه، لكن ده دورنا اللي لازم نؤديه باخلاص وامانه. ما تخليش حد يهددك بالموروثات اياها، ما تخليش حد يهد عزيمتك طول ما انت عندك فائض من الانسانيه ورغبه زائده في العطاء. تحضر المجتمعات دلوقت بقى بيتقاس باحترامها للمستضعفين من ابنائها وللاقليات وأصحاب القدرات الخاصة والرفق بالحيوان. الدين والعقل والمنطق والرحمة كلهم بيقولوا لك أكفل طفل يتيم تدخل الجنة وتجاور الأنبياء والصديقين. وكفاية أقول لك إن رسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان أشهر يتيم عرفته البشرية. شوفكم الوجهة الجايه.